ورد مني اشتريك وللحبيب اهديك، يا ورد مني اشتريك وللحبيب اهديك، اهدي إليه الأمل والهوى والقبل عسلامة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع في لمة جديدة على الوطنية. اليوم حبينا أنه اللقاء هذا يكون استثنائي، لقاء فيه برشا حب لفنان كبير، فنان عملاق في المسرح وفي الدراما في السينما، وكذلك من خلال صوته في الإذاعة اللي رافقنا طوال السنوات. اليوم معانا الممثل القدير والكبير حسين المحنوش، معاه باش نستذكروا ذكريات الماضي بطعم الحاضر، باش نحكيوا على بين ثنايا وكذلك الدوار ماتو صغيرها من الأعمال اللي طبعت مسيرته إلى جانب الأخبار الأخرى اللي من خلال اللقاء هذا باش نحاولوا أن نقدمه لكم، ولكن بطعم ورائحة وروح الفنان الكبير القدير حسين المحنوش. أهلاً ومرحبا بك، المقدمة رائعة اللي عملتها بصراحة، يعيشك وشكرا على هالاستضافة، وإن شاء الله نقضي وقت خفيف وممتع على الجمهور، إن شاء الله يتقبلنا بقبول حسن. سي حسين المحنوش هو اسم كبير في الساحة الدرامية التونسية، كتابة وتمثيل وحضور قوي في الأعمال اللي تشارك فيها. اليوم نتفرجوا في الدوار، دور العادسي، دور مهم جدا، 1992، ضوى ليالينا وسهراتنا، أحمل معانا صورة هك الرمال وهك الصحراء الحلوة، إلى جانب أنه قد منا مرآة لمجتمعنا، مرآة لما يصير فينا ومعانا، قراءة أخرى اليوم عاد تعود تقرأها للدوار، ولا هذيك هي اللي كتبته هو لقيته اليوم زادة مواكب العصر ولتاريخه؟ هو بصراحة بدون ادعاء الدوار من الأعمال الخالدة، يعني كل ما عرض إلا وتجدد مواكب الواقع المعيش، يعني سواء من جانب القصة، قصة ذات بعد إنساني، إلى جانب الجانب الفني، ممثلين كانوا مبدعين أغلبهم على هذا، إلى جانب الإخراج المرحوم عبد الخالق جربي، جهد كبير يذكر فيشكر، والقصة والحوار، كنت كل ما جسم أو ركب مسلسل الدوار كان ناجح. وانت تكتب في العمل كنت حاطت شخصيات وممثلين معينين انهم باش يتقمصوا الادوار، والا انت كنت تكتب وقتها ومن بعد يجيو الادوار ومن بعد تنقسموا شكون الممثل اللي يلبس كل ثوب حسب الكتابه نتاعك؟ الكتابه كانت البدايه بالطبيعه، ما كانش تصور لي شخصيات ممثلين معينين، لكن مع المخرج كانت تسمى عملنا طريقه حلوه برشا، هو ان اتفقنا ان كل شخصيه نحط قدامها اثنين ثلاثة ممثلين، بحيث باش تكون عندنا مجال فسيح لإيجاد الشخصية المناسبة للدور. للدور مثلا من الحاجات اللي طريفة شوية، أحمد السلوسي الله يرحمه خارج من الإذاعة، وين عبد القادر داخلين الإذاعة، قلنا ما بعضنا إبراهيم أو إبراهيم، يعني كانت فرحة نلقاو في الشخصيات بعد بحث، ما كان ثم حسابات للأسف نشوفوها توا. شكون أكثر شخصية تعبتكم في أنكم ما لقيتوش من الأول الشخصية تقريبا هي، إلا ما حطيتوا برشا أسماء ومن بعد اخترتوا؟ من الأول حسين قاعد متردد، سي عبد القادر الله يرحمه،
هذا متردد في شخصية حسين، بعدين لقاه واحنا في شارع بورقيبة، مقيم في قضية مع حسين، ويلقاه عبد القادر مقداد، شد قال له أنت هو اللي حكي بيك، إجا أنت هو اللي لوج عليك، وزع له الشخصية هذيك، هي كنت موزع فيها أنا. لكن بعدين لعبت ظروف دورها، حكيت فيها برشا مرات الموضوع وخذيت انا العاتي. العاتي بالذات هل انك خديته لانه كان شخصيه صعيبه شويه ومركبه وما لقيتوش الشخصيه اللي تمثلها، كنت انا كنت قادر او الاقوى انك تقدمها للجمهور؟ كانكم اخترتوا شكون هي العاتي، ولكن فما اسماء مطروحه ومن بعد في الاخر لا هذاك هو العاتي هو انا. كان موزع شخص اخر. شكون؟ مش لازم نذكره. مسالش طو في فات اللي فات، ربما اليوم خذا ادوار خير. لا خاطر خذا منه موقف المخرج، انا كيف اللي بعده هو وحطني انا وخيرني الله يرحمه، ومشينا بعد محسن بودربالة كان هو مدير الانتاج اعطاه يقرا في النص، سألوا قالوا النص رائع، قالوا شكون لك العاتي برس أمك، شكون حطيت العاتي؟ إيه؟ قالوا فلان، قالوا لا، وعلاش من نجيب سميها؟ قالوا لا بيجيش. هو كان وقتها يقصد أنه ما يركبش على شخصية. إيه ما يركبش على شخصية. مش لأسباب أخرى حتى نوضح. لا زعما حسب الدور. أما هذيك ما يجيش في الدور العادي. ما يتناسبش مع الدور، قالوا شوف واحد آخر. هبطنا نمشيو للقهوة ديما نقعدو، قال لي تو انت شادة في حسين، قلت له وقلبي ضرب، قلت كلمة بعدني والمخرج ما نجمش نفرض عليها. صحيح. قال لي شوف اختار ما بين ثلاث شخصيات، اما علي ولا ابراهيم ولا العادي، وبصراحة دللني هنا أعطاني الشخصيات القوية. اخترت أنت وقتها ولا كان عندك هكا؟ لا أنا صدقني فاجأني وغاية المثل وقتها، أنا معناها ما كنتش محظوظ برشا والمجال ما كانش فسيح قدامي، كانت عندي ديما خوف من أن يقع بعاتي، أو قلت له توا نعطيك حاجة، قلت له عليا ما يجيش حطها بالذيب ما يعوض على تحدي. صحيح. شكل الشخصية لك الرجل قوي الله يرحمه. الله يرحمه ومثل مبدع. وابراهيم خطو فارس يكون مدلو قدع واحد. وانا ما نجيش فارس. هات العاتي. قال لي مالا خذ العاتي. صدقني يقول لك فيه حرفيا. والله لا زيدك الا انفاس. قلت شوف راه ممثل يتنحي له دوره، تضربه بخنجر وتنحي له دوره، وهذا موزعه انت دور العادي، وكل يوم يقعد معانا في القهوه. شنو الحل؟ قال لي باتيستيون الله يرحمه. مانيش بدي يخدم معايا هذاك. قلت مالي ناخذ العادي، يعني الاقدار هي اللي هدرت لي العادي. ما عادش نجم صدقني بالفرحه، ما عادش نجم نقعد بعدين. روحت. كنت عندي قضيه باش نمشي ولا باش نجري باش نغلب السوف اللي عندي، ما عادش نجم نتنفس بالفرحه. نجري حتى للتجام. احنا توا في دارك، يعطيك الصحه وشكرا ليك انك استضفتنا في الدار، حتى للتجام وانت تجري. حتى للتجام. ما فقتش بالفرحه بطبيعه الحال. تعبتوا؟ تعبنا.
شنو يتعبكم؟ كانت انو الوقت صغير انو برشا تتحركوا في برشا بلايص. عم نعملوا 12 سيكونس بار جور. و 15 كيلك فوا. و كيلك فوا نخدموا ليل ونهار. ما نرتاحوش. الوقت يزرب ويضغط. والاحداث برشا والمسلسل طويل يلزم يكمل في وقته. تصور عبد القادر وقت الله يرحمه طلب من الانتاج باش الممثل اللي عنده الهيرين الذاتي مرتاح ما يروحش. يقعد. باش يبقى مربوط بالشخصيه. باش ما يفلتش الشخصيه يعني تبقى الشخصيه يبقى لابسها. باش ما يمشيش ويرجع يعاود يلبس ثوب شخصيه من جديد. وي وكان الامر هكاك. اما ثم الفتكه موجوده تلقاها والجو. حتى بالذيب يضحك برشا ويخطب بالضحك. على بقد هو قدع وكذا على بقد قلبه لطيف وحنين هكا ونكات يزرع البسمه وتلقى ديما نمشي معاه هو عنده كرهبته. ايه نقوم بكري برشا السته خمسة ونص باش نعمل مكياج وكله ونشد سنيت الشبيكه ومطرف صابه وتبدا الكهرباء تزقزق بينها ويبدا بيد بالضحك تقول لهم باش تطيرنا باش تهزنا نتجعلنا قول لي سايب توا هذيك انا نحكم فيها نطفي باه قبيله وانا نحكي انا وياك قلت لي اللي فما كلمه في التغناج تحبها برشا اللي هي اكشن اكشن نحبها كل الجازة بالعيات مش اكشن اكشن قول هنا اكشن آه يا ناري على روحي الجيل هذا فاتني والاخر فته لا مركت براس المال ولا بفايته برا خش حانوتك واخد مع روحك سالية من هي المرأة حسين ما ويداش يجي تو كيف سبته اوه شنو تحس قلت لي قداش نحب هالكلمة هذيا نحب اللي تحركني ويفجعني كيف فجعني ايه تجيك التراك هذيك التراك الصغيرة بور كيلكو سكوند تجيك التراك وهاك التراك هذيك تحل لك الباب نتاع اداء تجنح في الدار تثري في الاداء تدخل ترعش الرعشة ماهيش ظاهرة هي تبدا من الضحك كيفاش تسيطر عليك رعشة من داخل حتى تأجي ونحسوك بالأريحية هذيك؟ كالرعشة هذيك تخليني نتمسك كأن هي تمنعني من التمسك بالبرسوناج بالشخصية كأن تحول بيني وبين الشخصية وأنا نحاربها ونبعدها ونتمسك بالشخصية تولي شخصية لبستني وأنا لبسها صحيح. ويمشي الأداء يمشي يخدم متوازن يمشي عنده حضوره اليوم من أسبوع تقريبا غادرنا المخرج الله يرحمه وينعمه عبد القادر الجربي اللي كان معاك في الدوار واللي هو مخرج أولا العلاقة بينكم كيفاش تفاصيل العمل كيفاش معاه شنو تقول عليه لأنه تقريبا قعدت مخلف المسلسل قبل المسلسل وعشرة كبيرة وي كانت 10 أيام المسلسل بعدنا كل واحد هزت ظروفه إنما كنا متعشرين أيام لإعداد المسلسل البحث عن الممثلين الحديث عن الأحداث إضافات أضاف للمسلسل هو أضاف يعني نمى معايا برشا شخصيات وخدمنا نتقابل يوميا ونحكي صحيح كان العمل الحمد لله أهم ميزة فيه هو يخاف برشا لكن الخوف الإيجابي مش خوف سلبي يخاف لما يخاف ديما على التصوير وعلى الممثلين كيفاش لازم يكونوا حافظين واللي مش حافظ
شعمل يا ويلو من عبد القادر. أوي متغشش يعمل فيه ما يقبلش ممثل مش عارف كبر شانه الممثل ولا صغر شانه ما يحشمش منه في وجهه يعطيه الحس ما يقبلش باش ممثل يهبط له سير بلاتو مش عارف الخدمة خدمة والدور دور يزبك تجي حال وي شنو تقول له اليوم لو كان مازال عايش بيناتنا تقول له الله يرحمك تخوفك نهاية العمالقة في الدراما بالطريقة هذه؟ شيء طبيعي شيء مهم تخليك أنك اليوم كأنه حد شيء كانوا ما عمل شيء كانوا ما حتى شيء واعتبر شيء احنا خلينا نعطيه وتوى كتابة وتمثيلا و ما لها ما سأتي لك الإنسان يموت نتيجة في كلوار في كلوار مش حتى في في فرش و مطيش في كلوار حسب ما بلغك في احساس بالحب ما له سي حسين قبل الدوار 1992 كان التخرج نتاعك 1974 كيفاش كانت الرحلة والبداية والطفولة خلينا نبداو كالرحلة الحلوة والمزينة والجهة والقرية والبلاصة اللي كنت فيها أنا من الجنوب متطوين والوالد كان عنده عنا لباس أولاد وبنت فرأى أنه أنا نقرأ نمشي للحمام لم قديش كنتوا في العائلة؟ كنا خمسة عشر ما شاء أولاد الله أولاد وبنية ستة أنا خرجت من تطوين ومشيت للحمام لم باش نقرأ في الحمام لم عند خالي أنا خالي هو اللي نعيش عنده واطي كانت رحلة مهمة صغيرة أنا قبل 9 سنوات مؤلمة برشا لكن كانت اللي ملات لي حياتي السينما ايه كانت المتنفس هو المتنفس ولقيت هي في هاك الغربة وخالي ما كانش معناها مثالي كنا نعيش عيشة أقل من وسطى حيث كانت وضعيتي مؤلمة شوية لما اكتشفت السينما ما كانش فما سينما في التطوين اكتشفت السينما في زمانها في عصرها الذهبي كيرب دوغلاس بيل بلانكاستر غاري كوبر شارلت نويستون زمانات عمالقة في عند العرب وعند اخواننا المصريين محمود المليجي فريد شوقي في الكوميديا اسماعيل ياسين عبد السلام النابلسي كان جو خارق العادة الجيل الذهبي وفي الغناء عبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب الله الله وفريد الأطرش يعني في أحسن فترات السينما والفن في العالم يلزمني مش في العرب بركة
لازم وقتها بخمسين مليم دول السينما. انا عامل ستة وخمسين، سنكونتيس عام ستة وخمسين فترة ديك. وين ندخل السينما لازم نلم، لازم ندبر خمسين تلت الجمعة لازم تلقطهم لقطهم خمسين فرانك وشد الصف النهار لحد الصباح، يعملون عرض الصباح وندخل نتفرج، وكنت سعادة كبيرة في الصباح. والحلم باللي عمري عمري هذاك أن أكون في يوم من الأيام مثل هؤلاء الممثلين الرائعين كما أنطونيو كوين. نسيت ولا ما سميتهولكش أنا. وشكون شخصية وقتها اللي كانت هذه هي اللي باش نصبح كيفها، هذه هي اللي نحب نولي كيفها، واللي تغرمت بها في الوقت هذاك شخصية معينة؟ كيتو دوغلاس نحبه برشا، مبدع مبدع فريمون طيارة. ونحبهم الاخرين زاد مي بأقل درجة، حتى بعد كي رجعت للبلاد كبرت شوية يعني 16 15 هكاك، كل وجات سينما تطاوين، عملوا سينما وكان حدث تطاوين فيها سينما، معناها سينما كل واحد سينما تاع علي بالشيخ عنده سينما. كنا الفيلم اللي نتفرجوا فيه من بعد نطلعوا للجبل مجموعه نتاع الاصحاب، احنا كنا نجي 10 ونعاودوا نفس الفيلم. نعاودوا مشكله شكون اللي باش ندور ندور معاه، هذاك مشكلة مشكلة راجل نحيروا فيه كيفاش باش يمثل دور يتقمص دور المرأة، وفي الأخر نلقاو شكون يتقمص دور المرأة وتتوكلوا على الله وتتوكلوا على الله وتمثلوا كما هو. من المخرجين ما عملتش بس أصحاب علي، لأني أنا ما نمشيش للكاستينج، مشيت من الأول ما عجبنيش الجو. ما تلقاش شنو اللي ما عجبكش في الكاستينج؟ خلينا نوضح. خاطر تلقى موزع الامور وحبيبات وتدخل فيها العلاقات، تدخل فيها العلاقات والحسابات ما انا ما نحسش مش الممثل تو نصور انا الممثل يمشي يقبلوه يدخل يقعد يجيبوا له كرسي هذا مكانيه قيمه. هذا قبل، هذا كان قبل. طبعا اللي كي طلاب سيدي معز يستناهم، انا استناهم في المخرج نفس المجموعه سمعت حبيباته وعنده ادوار البطوله لفلان وفلتان، يوصل الممثل يوزع هو الادوار معناها فما امور اخرى مش باهية تمشي تتصدم. انا تحس ثورة في عمري هذا وتجربتي هذه نمشي انا نمشي انا استجدي دور ما نجمتهاش ما نعملهاش لا نجمها ولا نعملها. هذا اثر في الدراما اليوم خليها ما تكونش بنفس الزخم اللي كان قبل. اليوم نحكيه على دراما قديمه تنافس وتتفوق على دراما جديده. ويش صار هذا توكي عرض الدوار يهز الدنيا بصراحة، مش خاطر مسلسلي برشا مسلسلات اليوم حققت أرقام قياسية، الخطة على الباب والدوار وغيره قفزت على الجديد والتقنيات وعلى الأعمال. نتفرجوا في المسلسل اللي تعدى توا قبل الدوار شو اسمه سيدرين اللي حكيت لي عليه قبيلة حلو. أمي شو قد حصلت فلوس؟ واه يا مانا هي غلبتك واللي تطلب في الناس تو تشوف ريم مش تعمل لك. مانيش قاعد نطلب بابا شغالش من قومي حبعت الكل. شوف قبيله جات سالت عليك ما لقيتكش عملت حالة الا ما تجي ما تاكل قلبك وتحلفت فيك. خوم عيش لي بنتي الباهيه. استنى شوي استنى امشي خوض لي حكه هريسه بوكي خلي غادي. لكن علاش تلقاها الأعمال هذه؟ قلت لي عجبني وعجبتني التقنيات وعجبتني الأدوار. بالطبع ثم تو التقنية متطورة حتى في المسلسلات الفارغة اللي ما فيهاش شيء.
التقنية ولا عنا تقنيين ممتازين، عنا ديكادرير يعملوا كيف، عنا ديكادرير فوتو ممتازين ما شاء الله. إنما الموضوع تلقاه في بحر ما يشدكش، مش مربوط بالواقع المعيش، غريب مسقط غريب. مسقط. اليوم كممثل قدمت أدوار قوية برشا في الدراما التونسية وفي المسرح، ونحكي بزيدة في الإذاعة. مفروض برشا ناس يقولك أني أنا عندي اسمي نجم أي شخصية نتقمصها وعادي، معني لأنه أنا نحمل اسمي. مازال عندك الخوف؟ لا، لازمني نقدم شخصية مختلفة على اللي قدمت الكل. مازلت فما أدوار تبحث عليها اليوم تحب تقدمها؟ بخاف صدقني يعني جبت على الخوف. أنا قبيلة حكيت لي على نوبة بخوف برشا، قلت لي كنت خايف، خايف. وذيك على شخصية ما لعبتهاش. اليوم مازال فما شخصية لعبت ما خفتش منها، لاني يلزمني نلقى مدخل، يلزمني الجانب النفسي نلقاه، خاطر الجانب النفسي هو الكل، هو المهم، هو اللي يسيطر على البدن، هو اللي يحرك الخيال. تتخيل، تحس، تتحرك، فهمتني؟ محلية المعادلة. وي هذوما ضرورية في الخدمة، ولهذا الإنسان يخاف، يخاف ما يلقاش اللي يدخل، يخاف اللي يكرر نفسه يعاود. سيرتو أنا ثم حاجة، ثم لعبت أدوار من الجنوب أغلبهم، العاتي من الجنوب ولهجة الجنوب، سيدي الراويين، فجر رمل، فجر رمل في الجنوب، في الجنوب. يلزمني نلقى مكتوز زيدا، نطلعش نشبه النفس ثلاث أدوار. ولهذا الحمد لله كانت ضعف سيدي الراويين شيء، وعاتي شيء آخر، لعاتي في ريفول وربيه بن كذا، سيد الرويان بوزي باش يهيمن على السكان ويسطع الفكر ويقتل كل بادرة وعي. معناها أداه يختلف على العاتي. يا بركة سيد الرويان، يا بركة سيد الرويان، يا بركة سيد الرويان، يا بركة سيد الرويان، حل يدك. شنو هكا؟ حرز يا سيدي، حرز. الحرز جبده الشيخ من جابه وحطه تحت البنزير. اسكت يا طفل، لما تشعل فيك النار. والنوبة بطبيعة يختلف عليهم كل ومتوز زيد، كانك الدراما متاع ومتوس. متوس دور إنسان طيب، أول مرة نخدم إنسان لا طيب. علاقة بالأدوار الأخرى، لا علاقة بالأدوار. تخاف أنه اليوم يشوفك الجمهور في أدوار العاتسي وسيد الراويين، وبعد يشوفك هيدي وحاجة أخرى في متوس، أنه يقول شنية هذا؟ إنسان طيب، طيب مسالم ويحب بطوس، إيه، وضحى من أجلها رغم أني ما أنصف ليش المؤلف، كأنه في الأخير حسوا ما عطاكش عبد الدايم، كأنه ما في مشيت بطوس ما هكا ما هموش فيها. ما قلت له نقصة، إيش قال لك؟ قال لي صباح أنت ريتها ناقصة. شنو اللي ناقص فيها؟ خلينا تو صاي تصور المسلسل وتعب، شنو اللي ريتو ناقص؟ تو مثلا الشيخ حمد، إيه، تبقى هو الأخير عايش في كل الفضاء بتاع مطوس ويبكي ومتألم لفراقه، ولكن وعبد الدايم اللي أعطاه عمره المطوس كان شيء لم يكن بالنسبة لي. غاف يا كذاب وخرج مش على روحه، لا بكى لا همته مطوس، لا هذه حاجات. كنت تتمنى أنه تكون حاجة مخالفة، نهاية مخالفة مثلا؟ أعطينا نهايتك أنت اللي تصورتها ككاتب سيناريو. نفس الشيء اللي صار يحسه الشيخ حمد، تحس عندي يذب عنده ارتباط بهك، مش باش يسلم في مطوس بكل سهولة، كان شيء لم يكن. وتوفى الحكاية، وهو سرتو البرسوناج بتاع عبد الدايم عاطفي ويحب ولاد مطوس، مش من السهل. غاضتك النهاية هذيك؟ غاضتني، غاضتني بصراحة. ظليتها مسافة قصيرة وبعتالي نرجع للوكر.
نودع مطوس يا عبد الدائم. الفراق الفراق صعيب يا شيخ، واللي عملناه ما عمل أحد قبلنا. بين اثنية من أهم المسلسلات اللي زادة في الإعادة متاعه حقق نجاح كبير وحقق نجاح كبير. تجربة مهمة وتجربة ثانية. تجربة مهمة ونشخت فيها بالقداء، عمل فيها جو رائع. أكثر من الأخرين؟ لا كنا عندنا جو كيما سوسن معالج تبارك الله، تبارك الله عليها ممثلة ممتازة. بين اثنية عزلتك الاثنية أخرى في التمثيل مخالفة. مخالفة باللهجة سبتو لهجة الشمال الغربي، لأول مرة نستعمل أول مرة نمثل بها. مثل به والقصة كانت حلوة برشا، مأخوذة من الواقع كيف كيف، معناها معاناة عائلة ومتسلط يريد أن يأخذ الأرض وينكر الأخرين، معناها ما يعترف لهمش بحقائق. هذا الدور اللي أديته أنا دور سعيد، قررت ديما هو ديما يقول قررت، معناها أديته الحمد لله. سجل حضور طيب، زاد نهايته كانت الجنون يهبل يخرج من عقله ويهيم على وجهه، أنهى به المخرج المشهد المسلسل بحيث عمل الحمد لله ناجح على عدة أصعدة، النص والإخراج والتمثيل والحمد لله. والحمد لله درد ملكي قدام ربي، ملكي قدام الناس ملكي. يا أخي تحبني نقوم نفرق رزقي على اللي ما يسعوش؟ انت اخويا وعلى الراس والعين، وني نبدلك تاخر اذا ما عجبكش نزيدك. اما نعيمه واخوتها لا، كنت ناوي بالحق لكنه كسحت راسها وسمعتني الكلام، ولهذا قررت باش نربيها. لا ما حاجت بشي من الاول، ما حاجت بشي. اما راهم ولاد خوني دي وين باش نهربوا من العباد وشنو هم مصيرهم؟ فكرت في هذا ولا كاني غلط؟ قول لي غريبه فيك كيفاش ترجع في المال الصعده؟ كل حد مسؤول على روحه. عندي أعمال أخرى كما بالعربية الفصحى مثلا، دعبل أخو دهبل كيف سجلنا بها حضور، سلسلة كبيرة برشا، سلسلة كبيرة فيها 30 حلقة. بل كانت ستضمد جراح الغدر وستعيد للنفس هدوءها وللقلب ولعه بالحياة. فإذا تخلت عنك؟ لن تتخلى عني، فأنا جمعت من المال ما يمكنني من إغراقها في كل ما ترغب فيه من الخيرات والنعم. نهى لن تهجرني إلى خنزير ثري، لأنني أصبحت ثريا يا عكاشة. مشروعك اليوم اللي عطيته للتلفزة الوطنية اللي هو مسلسل في 23 حلقة هكا على ما نعلم، فما بوادر يظهر لي تفرح؟ فما بوادر خير بلغني، معناها من ردة فعل اللي قريت لهم السينوبسيس. ايه؟ انا عامل دي سينوبسيس صغار مش طوال، اما اليوم هما قريت السينوبسيس الطويل باش ياخذوا فكرة ديتاييه كاملة. وردود فعلهم كانت طيبة، حسيت بيهم وبداوا يفكروا حتى في كيفاش في وسائل الانتاج. صحيح. وبداوا يحكيوا بحدايا هذايا مش قالوا لي الغير. معناها من مصدرك المتأكد يشوفوا مع الجزيرية، لأنه هو يحكي قصة على تونس وتزير هكا ولا؟ أعطينا رؤوس أقليم حتى ما نحرقوش الفكرة، حتى تقعد الفكرة كيف ما هي. لا ما تتحرقش، خاطر كبيرة كبيرة، عمل كبير برشا. أما نحكي لك أنا به دي ديتاي صغار. هو الكتابة في زمن الحماية، إيه زمن معاناة التوانسة والجزيرية من هيمنة الاستعمار، وتلعب بالظروف دورها ليلتقي الثائر التونسي بالثائر الجزائري. بالثائر الجزائري ويألفوا مع بعضهم قوة ضاربة تواجه الاستعمار، إلى جانب قصص متفرعة عن تنطلق من الموضوع الرئيسي ترجع له. أنا خيوط متشابكة. خيوط متشابكة. والفيلم؟ الفيلم ما مأخوذ من الواقع اليومي اللي نعيشوه اليوم، اللي يملكوا واللي قادرين باش أموالهم وممتلكاتهم يوظفوها لخدمة البلاد والشباب اللي قاعد يحرق ويموت في البحر.
من الضمائر ميتة لازم تتحرك. شو تعمل بيه بالمليارات تعدي؟ أنا سمعت سامي عنده 1000 مليار. ها؟ شو يعمل بيهم؟ مكنزهم. يعمل مصنع سنين ثلاثة، مصنع في الجنوب ومصنع في الوسط ومصنع في الشمال، ويختم بلاده وينقذ نسبة من الشباب اللي قاعد يموت في البحر. في الحرقة، هذا موضوعي، في الحرقة وفي غير الحرقة. اليوم سي حسين أنت زادة أخ وشقيق لمبدعين توينسا أخرين. علاقتك بيهم ما راكمش مع بعضكم برشا، تعاملتوا مع بعضكم في فترة ومن بعد كل واحد ومشي. مثلا خدمت أنا وسيدي حسن، خدمنا برشا. هي ما معادش برشا كيما قبل. ما وزيد كيما حكيت لك ياسر الضرب ياسر. بديت نحس بصراحة بالضغط. بالضغط. أنا وزيد هو مش نحس بالضغط بس نحس بيه. وأنا بدا خلالي ياسر. عندي عائلة وعندي. ما عادش نجم نتحمل برشا هذا. هو كان يكتب. أنهيت الفيلم المدة هذه. وانهيت سنابك على الجبر اللي هو اذا كان تعملوا هذا مزوز ما شاء الله. من احسن الحاجات اللي نعيشها انه يكونوا زوز اشقاء في الساحه الفنيه التونسيه بحذايا اليوم. سي حسن شحوي الحمد لله، وبالنسبه لنا معناها احسن قاعده في الزوز الاخوه هذوما مع واحده لطيفه وجميله ومثقفه كيفك. يعيشك سي حسن. محلي الخو وقت اللي يخلي إرث فني مش لعائلته بركة وإنما لتونس الكل، يخلي تاريخ في المسرح في السينما في الدراما في الإذاعة، تجربة طويلة عريضة في نهار من النهارات باش تتقرأ، مسلسل كل ما يتعدى، مسلسلات كل ما تتعدى تحقق نسبة نجاح ومازال النجاح القديم. حسين خويا وعندي نحوه عاطفة خاصة، لأنه هو الراجل اللي نحبه فيه أختي الأقرب. أقرب لي فكريا ونفسيا وعاطفيا، و نتكلم على الحسين أنا دموعي طابت أكثر منه هو بكثير، لأن الحسين طاقة جبارة سواء على مستوى الكتابة ومستوى النص والسيناريو، سواء على مستوى التمثيل، فهو راجل معناه يعيش الفن في دمه، في تقسيم وجهه، في تعبير وجهه، في حركاته، في أحاسيسه، حيث الراجل هذا معناه يتنفس فن، يتنفس فن، وما زال عنده ما يعطي، عنده الكثير، لو كانت تفتح له الأبواب ووسعوا له ومشاو معاه وعاونوه ووقفوا له معناها كان يتجاوز كثير من الكبارات متاع التمثيل ومتاع المسرح ومتاع الكتابة. مدام حياه عسلي نسلمك عايش اختي. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. لاباس حسين زوري؟ كيفاش بدات العلاقه؟ والله بدأ علاقه عاديه، هو بطبيعته من فاميلا وكل شيء ويجي بحذانا هكا وخلونا حبيته معاك قالوا مو قالوا نحب على حياه، قالوا شكون تحبش وليدي مثلا، قالت لها قالها حياة تحبي تاخذي خذي لي حياة كنت تحبوني نعرس في حياة اي هكا حياة او لا اكتب المكتوب هكا واكتب المكتوب خذينا بعضنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حياتكم ولادكم والله حياتنا كأي زوج وزوجة طبيعية هادية ما فيهاش حتى انا عرفت طبيعته شنية وعرفت خدمته شنية صعيبة مش نقول لك مش صعيبة لكن انا نقدرك الشيء اللي ما أنا معانات هو معانا من اللي عرفته أنا مسرح وتعبوش ويجي مزروب للدار يعني حتى فطوره يبدأ مزروب مش هكا اللي مرتاح تعودت بها الحكاية استنس بها مع الشكل اللي قلقتني ولا حاجة هكا ومشيت الأمور الحمد لله. شنو يحب أكثر ما يكره الطيب والله
الاكله نحب الماكله، نحب الكسكسي بالحمام. احنا الجنوبيين نمشيو ياسر الكسكسي والحمام العلوش، يجي بعده الحوت، نحب الاكلات الحوت الكل كيما هي. راجل تونسي قال لي وانا نبدا نكتب نقرا لها. اي اقرا لي صحيح. وقال لي راهي نافذه قوي. والله انا اش ما نقول لك، بحكم انا عشرتي معاه من العشره، نعرف انا تعودت به يكتب. نصر انا وياه نقعدوا مثلا ويكتب يقول لي حاش قولك هكا مثلا في الفكره هذه، نعطي رايي انا ويطلع ساعات سائر وساعات مش حسب. شد صحيح على الادوار نتاعي ساعات تقول لي اي الادوار اللي عجبوك انا والله يا مؤاخذات ماذا بيك راهو. والله انا دوار هذاك ما نحكيوش عليه، هذيك حلم حياته وتحقق الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، خاطر يكتب فيه هو وهو يقرا. كان يقرا في السونتر دراماتيك وكان اسمه سالمة، ما كانش دوار، اي ما كانش سالمة. حلمي معناها ان شاء الله يا ربي يتحقق له الحلم وسنابك على الجمر يرى النور، ان شاء الله يتخدم في احسن ظروف يا ربي، وان شاء الله هو ياخذ دوره اللي كتبه ويحلم به، كان يحلم به. وان شاء الله ربي يقول لك عليه القايد دوره دور القايد اللي هو نعرف انا راجلي شنو يكتب. الحاجات الصعيبه المركبه الصعيبه صعيبه هو يحب، ما يحبش هكا الادوار السلبيه ولا سهله ولا جاتو اعمال اعمال ما يحبش ما يحبش. رومانسي يرفض يرفض رومانسي رومانسي بحاجه راقيه صراحه. رومانسي برقي رقي رقي معروف حسني معناه نظافته مسير حلو يبل راجل يبل بصراحه. أدير ربيع من تاني والبدر هل تنوار وفين حبيبي اللي رماني من جنة الحب النار. سي حسين احنا توا في نهاية لقاءنا، جينا باش نتمنوا على صحتك، حبيت اخر حاجة نحكي فيها حتى من المكش من الاول ونقولك شنو احوالك شنو احوال صحتك، لانه انا فرحت كي جيت لدارك وعرضتني لبرا وانت وعائلتك محلاها. بالحق نفرح وقت اللي راوك في صحة جيدة وانك تتحرك وكل. حبيت السؤال الاخريني حتى ما نقولكش من الاول نلزمك على السلامة ومرحبا بكم، شنو احوال صحتك؟ شنو احوال صحتك توا؟ والله لاباس، انا بالدواء تبدا اموري مريقلة معنا. الحمد لله وصل الدواء ولاباس. وصل له لاباس الحمد لله. سي حسين أكثر فنان صديقك في الساحة الفنية التونسية؟ صديقي المقرب لي مقرب ليك على الآخر ولي العيشي. أنور العيشي أنور العيشي المسؤول على الدراما في الإذاعة الوطنية. أقرب صديق هذا؟ أقرب صديق بصراحة من غير تردد. شنو لقيت فيه يختلف؟ يحس بيا صديقك اللي يحبك معاه ديما في السراء والضراء، خدمنا مع بعضنا، هو مسؤول على الدراما الاذاعيه، خدمنا بعضنا برشا، مستحق اللي نمشي له، مستحق ويجيني، يعني اخ عباره على اخ. اعمالك في الاذاعه الوطنيه كيفاش تقيمهم؟ واهم عمل عملت عليه كيف وقلت محلاه وياريت انه عاود يتبث ويعاودوا يسموه العبيد وحتى التجربة تتعاود في أجزاء أخرى؟ والله برش عمال معاش نتذكرهم. أهم عمل وأول عمل ربما ما نعرفش. أرض الفردوس؟ أرض الفردوس أهم عمل زلت تستذكره؟ ما نتذكروش برشا، معناها خاطر برشا الأعمال اللي خدمتهم برشا برشا خدمت في الإذاعة ما شاء الله برشا تجربة طويلة عظيمة. الكهنة خدمنا الكهنة إيه إيه كهنة حلوة برشا من الأعمال المهمة التي لا تنسى. رسالتك للناس اللي ظلموك؟ الله يسامحهم، لو كان جاو يعرفوا وش عملوا فيا وتأثير الشيء اللي عملوه ما كانوش يعملوه.
هكا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا وعددنا الليلة، واللي كانت حلقة متميزة مع الفنان القدير حسين المحنوش اللي جينا اليوم إلى ضاحية الكرم وين ما يسكن. شكر كبير لعائلته اللي استقبلتنا هوني واللي من خلال اللقاء هذي استجدينا وحبينا أن نكون معاكم، لأنه سي حسين فنان كبير حبينا من خلال اللقاء هذي أن نطمنوا جمهوره إلى جانب أن نستذكر مع بعضنا ذكريات الماضي بطعم وريحة الحاضر. شكر كبير لكامل الفريق، وشكرا أيضا مرة أخرى لعائلته. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتمام. تقابلوا الجمعة الجاية على نفس القناة وفي نفس التوقيت في لمعة جديدة ولمعة ونجوم. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. ودموع عيني ترقص مني لما تشوف.